سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا، ألف مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقارية المختلفة. نقول لكم مرحبا بكم، اليوم معايا جايب لكم واحد العرض اللي كل شيء تيقلب عليه، وكنتمناه لكم جميعا جميعا من القلب ديالي أن الإنسان واحد النهار يوصل يكون عنده عقار من هذا النوع. كنقول لكم اليوم مرحبا بكم معايا في واحد الفيرما، ونقدر نقول لها ماشي حتى فيرما من أجل الفلاحة قد ما هي فيرما من أجل إنسان باش يدوز أجمل وأفضل الأوقات مع العائلة والوليدات ديالو. جيب لكم اليوم فيرما بمساحة ديال جوج ديال الهكتارات، جوج ديال الهكتارات كلها مخدومة، بحال اللي خادمين شي شقة ولا بحال اللي خادمين شي فيلا. كيفاش؟ هي أن كل حاجة وعندها الدور ديالها في هذه الفيرما، ما مخليينش شي حاجه الا وما شاء الله، كنقولها وكنعاودها، وما شاء الله ولا قوه الا بالله. وتمنيت لكم حتى نتوما اللي كتشاهدوا هذا الفيديو بحال هذا العقار في احدى الايام. اللي بغى يشوف هذا العقار فما عليه الاتصال والتواصل معي. كما كتشاهدوا معايا الفيرما اللي عندي فيها فيلا هي هذه، في غادي نبداو نوريكم بعدا الفيلا من برا، وعاد غادي نقوم بالتصوير ديال باقي ديال هاد الفيرما هادي اللي عندي اليوم. اليوم كنتواجد بكم بالضبط بمدينة مكناس، ومن مدينة مكناس ألقى عليكم التحية والسلام. الشيء اللي ممتاز في هاد العقار ديال اليوم هي أننا كنتواجدوا على مقربة من وسط المدينة، ماشي فيرما لأن جرت العادة في الفيرمات اللي كنقوم بالتصوير ديالهم هي أنهم كيكونوا بعادين ب 30-40 كيلومتر على وسط المدينة. بالعكس، اليوم الفيرما أكثر تقدير وبالدقائق تقريبا من وسط المدينة، عندي 10 ديال الدقائق او 7 ديال الدقائق مواصلة المدينة. الا ولا الموقع راه موقع اللي جد جد ممتاز، لان راه كتسمعوا صوت السيارات كيدوز من حدايا. راني كنتواجد على طريق وطنية اللي هي معروفة، واللي بغى يشوف هذا العقار عن كتب فما عليه الاتصال والتواصل معي. كنعاودها، كنتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس، ومن مدينة مكناس ألقى عليكم تحية والسلام. كنقول لكم تنتم إذا كان عندكم عقار بغيتوا تحطوه في البيع فأنا رهن الخدمة، رهن الإشارة ديالكم من أجل العمل بطريقة احترافية بطريقة مهنية على بيع عقاركم. ندوزو أسيدي، ندوزو لالا للثمن، نعرفوا شنو هو الثمن ديال العقار ديال اليوم، الثمن اللي نطلب في العقار ديال اليوم، سواء من أجل البيع، سواء كاين هناك إمكانية ديال التبادل مثلا بأرض قابلة للبناء ما إلى ذلك. الثمن اللي طارحين به العقار ديالنا ديال اليوم ألا وهو 750 مليون، كنعاودها 750 مليون، ولربما ما بين قوسين يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض. باش نتسارى هذه الفيرما كنهضروا على جوج ديال الهكتارات، باش كنتسارها كامله لربما الفيديو راه غادي يكون طويل وكبير بزاف. اللي نقدر نقول لكم هي ان فيها البير، فيها مثلا فيها بلاصه فين تربي المواشي ديالك، مثلا فيها الكوري ديال الغنم، فيها ديال الابقار، فيها البلاصه ديال الحمام، فيها حتى الطاوس شفتوا بعيني كاين هنا عندهم في هذه الفيرما هذه، فيها كل ما يحتاجه الانسان. من دن بالنسبه لهذه البلاصه هذه اللي كنقوم بالتصوير ديالها، هذا هو الحد اللي كما قلت لكم الفاصل ما بين الفيرما والفيلا اللي كنشاهدوا اليوم. نشوف الفيرما نعاودها، بان فيها فيلا، فيها لابيسين ديالها، فيها مجموعة من الأشجار المختلفة الأنواع، واللي كيطغى على هاد الفيرما النوع ديال الأشجار اللي كاين فيها كما غادي تشوفوا معايا دابا. دابا أنا وصلت دابا للبلاصة اللي هي فلاحية نقدر نقولوا ما بين قوسين، اللي طاغي عليها هما أشجار ديال البرقوق وأشجار ديال الإجاز، أما كاينين أشجار ديال الليمون، أشجار ديال مثلا المشماش، الخوخ، كاينين مجموعة من الأشجار، وكاينة دايرب فيها لا كلوتور ديالها اللي كلها من الزيتون. شنو هي لا كلوتور؟ هي الحيط اللي داير اللي هو السياج. كاينة الدار ديال العساس، غادي نديرو ناخدو لها المحا، وكاينة كذلك حتى عندهم واحد الكوري كاين فيه الطاوس، وكاين عدة مداخل هاد العقد. كنتواجدو بالضبط على مقربة من مدينة مكناس في اتجاه طريق فاس، وعلى مقربة من إحدى محطات الوقود المعروفة بمدينة مكناس باسم البركة. دابا وصلت باش غادي نوريكم بلاصة فين كاينين الكوارة ديالهم. هنا عندنا هاد الأرض هادي ولا هاد المساحة هادي اللي هنايا ما مصوباش، كلها مخلينها من أجل مثلا كما كتشوفوا معايا فيها كيديروا فيها الشعير، القماح، ما إلى ذلك. كاين هنا كوري ديال الدجاج، كاين وراء هاد البلاصة هادي كاينين دايرين البقر، ما الى ذلك من امور. نعاود ندوز من الجهه الاخرى، ونعاود نفكركم اعزائي المشاهدين بالثمن اللي كتشاهدوا معايا ديال العقار هو 750 مليون. كيتواجد على مقربه من مدينه مكناس تقريبا بواحد بضعه دقائق على وسط المدينه ديال مكناس.
الفيرما ديالي تتبان من هنا، تتبان الفيلا، تيبان كل شيء. هذه هي النظره الاجماليه على العقار. كنقول لكم حتى نتوما اللي كتشاهدوني، كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، فانا رهن الخدمه، رهن الاشاره ديالكم. اللي بغى حتى يشوف هذا العقار هذا في الرقم ديالي كيبان لكم اسفل الفيديو. كنتمنى نكون عطيتكم اهم المعلومات. راه كاين فيها حتى البير، هاد العقار هذا راه فيه بير ديالو، البومبا ديالو، فيه الدار ديال الحارس، فيه مجموعه من الامور اللي ميمكنليش نعدها غير في فيديو واحد. نقول لكم اعزائي المشاهدين، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.